لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكايه لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقيه الحكايه. في الجزء اللي فات من حكايه لوفي شفنا انهيار لوفي بعد ادراكه بموت اخوه، وشفنا ماضي لوفي واول مره اتعرف فيها على ايس، وكمان اول مره يتعرف فيها على سابو، والمغامرات اللي قضاها مع بعضهم وهم صغيرين، وموت سابو بسبب التنانين السماويه، وشفنا كمان بدايه ابحار ايس في البحر وبدايه ابحار لوفي هو كمان، وشفنا قرار لوفي بانه يتضرب تحت ايد ريلي من اجل اكتساب القوه وتوصيله الرساله للطاقم بتاعه وانهم هيتقابلوا بعد سنتين، وشفنا بدايه لوفي في التدريب وكمان بدايه كل اعضاء طاقم قبعه القش انهم يتدربوا عشان يتقابلوا بعد سنتين بمستوى تاني من القوه. ويا ترى هيحصل ايه بعد مرور سنتين كاملين من التدريب لكل اعضاء طاقم قبعه القش ومدى القوه اللي وصل لها الطاقم؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقيه الحكايه. بنكمل حكايتنا بعد مرور سنتين كاملين من التدريب لكل اعضاء طاقم قبعه القش، وبنشوف في جزيره الارخبيل شابوندي ريلي هو قاعد في الحانه بتاعت شاكي، وبتقول شاكي ريلي ان النهارده موعد تجمع طاقم قبعه القش وانها متحمسه جدا وعايزه تشوف اعضاء الطاقم وقوتهم بعد مرور سنتين كاملين. واثناء ما شاكي بتتكلم مع ريلي بيدخل فجاه عليهم رونار وزورو اول الواصلين من اعضاء طاقم قبعه القش. وفي مكان تاني في جزيره الارخبيل شابوندي بتشوف ان في بوستر ملصقات متوزع على كل الناس بان طاقم قبعه القش رجع مرة تانية وعايز اعضاء ينضموا للطاقم بتاعه، وبيتضح ان الوزع الملصقات ديت هم اشخاص متنقلين على شكل اعضاء طاقم قبعة القش، وبيستغلوا ان طاقم قبعة القش بقاله سنتين مختفي وبيحاولوا انهم يكسبوا الشهرة. وفي احد الحانات اللي موجودة في الارخبيل شابوندي بنشوف نامي وهي قاعدة في الحانة ومستنية احد الاشخاص، وبيجي القرصان اللي بتنكر على شكل لوفي وبيقول لنامي انها تيجي تقعد معاه والا هيقتلها، ولكن نامي بترفض، فبيحاول القرصان اللي بتنكر على شكل لوفي انه يهاجم نامي، ولكن فجأة بيدخل احد الاشخاص اللي وبيهاجم القرصان اللي بتنكر على شكل لوفي وبيعلقه في نبتة عملاقة. وبيتضح ان الشخص اللي هاجم القرصان اللي بتنكر على شكل لوفي هو اسوب، واللي اخيرا وصل للارخبيل شابوندي هو كمان. وبتفرح نامي جدا اول ما بتشوف اسوب وبتقوله انها بقالها كتير جدا مستنياه، وبتخرج بعد كده نامي واسوب من الحانة وبيتحركوا هما الاثنين عشان يتقابلوا مع اعضاء الطاقة. وفي مكان تاني في جزيرة الارخبيل شابوندي بيوصل اخيرا سانجي للجزيرة، وبيروح سانجي الحانة بتاعت شاكي وبيقابل هناك ريلي اللي بيقول لسانج ان اللي وصلوا من اعضاء الطاقم هو زورو ونامي واسو، وبيفرح سانجي جدا اول ما بيعرف ان نامي وصلت، وبيقول لريلي ان هو هيروح عشان يشوف نامي. وبيتحرك سانجي في جزيره الارخبيل شابوندي وبيفضل يدور على نامي، ولكن هو ماشي بيسمع ان في راجل عجوز عمال يصرخ، فبيروح سانجي للراجل العجوز وبيساله هو ايه اللي حصل، فبيقول الراجل العجوز ان في شخص معاه ثلاث سيوف ولونه اخضر جه اخد القارب بتاعه عشان يصطاد بعض السمك، ولكن بدل ما يركب القارب بتاعه ركب سفينه قراصنه بالغلط، وان سفينه القراصنه اللي ركب عليها الشخص اللي لابس اخضر دوت غاصت تحت الميه، وان اكيد الشخص اللي لابس اخضر دوت زمانه غرق في الميه ومات. وبيعرف سانجي ان الشخص اللي قصده عليه الراجل العجوز هو زورو، وبيقول سانجي للراجل العجوز ان هو ما يقلقش وان الشخص دوت مش هيموت بسهوله. وفعلا بتبدا فجاه الميه بتاعت البحر انها تتحرك بشكل غريب، وبتظهر سفينه قراصنه وهي مقسومه نصين، وبيظهر زورو واقف على سفينه القراصنه ديت بعد ما قسمها نصين باستخدام السيف بتاعه، وبيقول للراجل العجوز ان هو ركب السفينه الغلط. وفي مكان تاني في جزيره الارخبيل شابوندي بيكون فرانك وصل للجزيره ووصل كمان للمكان اللي موجود فيه السفينه، وبتوصل روبن هي كمان للمكان اللي موجود فيه السفينه، وبتشوف فرانك اللي حدث جسمه وبقى جسمه متطور جدا وبقى شكله غريب جدا. وفي مكان تاني بنشوف تشوبر اللي وصل لجزيره الارخبيل هو كمان، وبيقابل نامي واسوب وبيتحركوا هما الثلاثه عشان يوصلوا للسفينه. وفي حته تانية في جزيره الارخبيل شابوندي بنشوف بروك اللي بقى مغني مشهور جدا وبقى عنده شعبيه كبيره جدا، وبيقف بروك قدام كل الجمهور وبيغني الاغنيه بتاعته الاخيره، وبعد كده بيتحرك من المكان عشان يروح يقابل بقيه اعضاء الطاقم. وفي مكان تاني في جزيره الارخبيل شابوندي وتحديدا في المقر بتاع البحريه اللي موجود في الجزيره بنشوف ان قوات البحريه عرفوا بامر الملصقات اللي اتوزعت على الناس، وان طاقم قبعه القش رجع مره تانية وعايز قراصنه ينضموا ليه، وبيتحرك عدد كبير جدا من قوات البحريه عشان يروحوا للمكان اللي هيتقابل فيه القراصنه ويقبضوا عليهم، وبيتحرك كمان سنتومار ومعاه نسخ من كوما لان هو بيبقى فاكر ان فعلا طاقم قبعه القش الحقيقي هيتجمع في الوقت دوت. وفي مكان تاني في جزيره الارخبيل شابوندي بنشوف اخيرا لوفي اللي وصل للجزيره، وبيقابل لوفي وهو ماشي الاشخاص اللي متنكرين على شكل سانجي وزورو، وبسبب ذكاء لوفي الخارج بيفتكر ان دولت سانجي وزورو الحقيقيين وبيفضل ماشي معاهم على اساس ان هم الحقيقيين، وبياخد سانجي وزورو المزيفين لوفي للمكان اللي هيتجمع فيه القراصنه عشان ينضموا لطاقم قبعه القش، وبيلاقي لوفي ان في قراصنه كتيره جدا موجوده في المكان دوت، وبيلاقي ان في كمان شخص بيدعي ان هو لوفي وعمال يتكلم ويقول لكل القراصنه دولت ان هم بقوا كلهم شغالين عنده، وبيستغرب لوفي جدا وبيكون مش فاهم اي حاجه، وبيسال زورو وسانجي المزيفين هو مين الشخص دوت.
وبيظهر فجأة جنود البحرية وبيبدأوا ان هم يهاجموا كل القراصنة اللي موجودين في المكان وبيحاولوا انهم يقبضوا عليهم. وبيظهر كمان سنتمار ومعاه نسخ كوما وبيبدأ انه يهاجم كل القراصنة اللي موجودين في المكان. وبيستغرب لوفي جدا من كل اللي بيحصل وبيقول ان هو هيمشي من هنا لان هو مش عايز يدخل في مشاكل. وبيحاول لوفي المزيف ان هو يهجم على سنتمارو ولكن سنتمارو بيضرب لوفي المزيف ضربة قوية جدا وبيخليه يغمى عليه. وبيتضح ان لوفي المزيف دوت هو قرصان اسمه بلاك وعليهم كافية 26 مليون بيري. وبيتكلم بعد كده سنتمارو وبيقول رغم ان الشخص دوت مش كباتر كش الحقيقي الا ان نسخ كوما بتاعته لقطت اشارة بان كباتر كش الحقيقي موجود في المكان دوت. وبيأمر سنتمارو نسخ كوما انها تهاجم كباتر كش الحقيقي اللي موجود في المكان. وبتهاجم فعلا نسخ كوما لوفي الحقيقي اللي بيكون لسه ممشيش من المكان ولكن لوفي بيقدر انه يتفادى الضربة بتاعته بكل سهولة. وبتبدأ نسخة كوما انها تهاجم لوفي ولكن لوفي كان بيتفادى كل ضرباتها وبيقول لنسخة كوما ان دوت بطيء جدا. وبيستخدم بعد كده لوفي الجري التاني وبيجري ناحية نسخة كوما وبيضربها ضربة قوية جدا وبيقدر انه يقضي عليها بضربة واحدة. وبتصدم سنتمارو كل القراصنة اللي موجودين في المكان وبيقول سنتمارو ان لوفي دوت مختلف عن لوفي اللي شافه من سنتين وان لوفي بقى شخص قوي جدا. وبياخد بعد كده لوفي شنطة الاكل بتاعته وبيقول لسنتمارو ان هو مش هيقدر انه يقعد هنا اكتر من كده لان اصدقائه مستنيينه. وبيتحرك لوفي ولكن نسخة كوما التانية اللي مع سنتمارو بتبدا انها تجري وراه عشان تهاجمه ولكن فجأة بيظهر زورو وبيظهر سانج وبيقدروا انهم يقضوا على نسخة كوما بكل سهولة هما كمان. وبيفرح لوفي جدا اول ما بيشوف زورو وسانج وبيبدا ان هو يتحرك معاهم ولكن فجأة بيقف لوفي وبيرجع مرة تانية لورا وبيصرخ لوفي بأعلى صوته باسم ريلي وبينادي على ريلي. وبيظهر ريلي اللي بيقول لوفي ان هو كان جاي المكان عشان يساعده ولكن باين عليه كده ان هو بقى شخص قوي جدا. وبيتكلم لوفي مع ريلي وبيشكره على كل حاجة وبيشكره جدا لان هو ساعده في خلال السنتين اللي فاتوا وخلاه شخص اقوى. وبيفرح ريلي جدا وبيقول لوفي ان هو يمشي دلوقتي وان لسه العالم مستنيه. وبيفرح لوفي هو كمان وبيصرخ بأعلى صوته وبيقول ان هو هيبقى ملك القراصنة. وبعد كده بياخد الشنطة بتاعته وبيمشي هو وزورو وسانج. وبيحاول جنود البحرية انهم يجروا على لوفي عشان يقبضوا عليه ولكن ريلي بيقف قدام جنود البحرية وبيقول لهم ان اللي هيقرب خطوة تاني هيكون مصيره الموت. وبيتحرك لوفي وسانج وزورو لحد ما بيوصلوا اخيرا للسفينة وبيقابلوا كل اعضاء الطاقم اللي بيكونوا هم كمان وصلوا للسفينة. وبعد ما بيرحب كل اعضاء الطاقم ببعضهم بتقول نامي لوفي ان هم جاهزين عشان يبدأوا الابحار. وبيتكلم لوفي وبيدي الاوامر انهم يتحركوا وفعلا بتبدا السفينة انها تتحرك وتنزل تحت المية عشان تتوجه لجزيرة الليجينتو جزيرة البرمائيين اللي كان مفروض الطاقم يتوجه لها من سنتين. وبيبدا الطاقم ان هو ينزل لاعماق البحر اكتر واكتر عشان يقدروا ان هم يوصلوا للجزيرة بسرعة. ولكن فجأة بيظهر قرصان اسمه قرصان كاريبو وهو السفينة بتاعته والطاقم بتاعه واللي بيكونوا متوجهين هم كمان لجزيرة البرمائيين. واول ما بيشوف القرصان كاريبو طاقم قبعة القش بيقولوا ان هو يخلص عليهم ويقضي عليهم عشان يوصل لجزيرة البرمائيين قبله. وبيقرب القرصان كاريبو بالسفينة بتاعته من جنب سفينة الطاقم وبينزل القرصان كاريبو من على السفينة بتاعته وبيقف على سفينة الطاقم بتاع قبعة القش وبيقول ان هو هيقضي عليهم. وبيأمر القرصان كاريبو القرصان بتاعته ان هم ينزلوا هم كمان عشان يقضوا كلهم على طاقم قبعة القش. ولكن قبل ما بينزل اعضاء الطاقم بتاع القرصان كاريبو على السفينة بتاعة قبعة القش بنشوف ان اللي بيتحكم في السفينة بتاعة القرصان كاريبو وبيحركها هي بقرة عملاقة. وبتخاف البقرة العملاقة جدا اول ما بتشوف اعضاء طاقم قبعة القش وبيتضح ان البقرة العملاقة ديت هي البقرة اللي هزمها لوفي اما كان بيواجه القرصان ارونج قبل كده. وبتهرب البقرة العملاقة وهي شادة السفينة بتاعة القرصان كاريبو وبتسيب القرصان كاريبو لوحده على السفينة بتاعة طاقم قبعة القش. وبيخاف القرصان كاريبو جدا لان اعضاء الطاقم بتاعه مشوا مع البقرة وبيقبض اعضاء طاقم قبعة القش على القرصان كاريبو وبيقيدوه. وبيبدا بعد كده طاقم قبعة القش انه يتحرك في اعماق البحر مرة تانية عشان يوصلوا لجزيرة الليجينتو. ولكن فجأة بيظهر قدام اعضاء الطاقم اخطبوط عملاق جدا اسمه اخطبوط الكراكن. وبيحاول الاخطبوط العملاق ان هو يهاجم السفينة ولكن فرانك بيمنعه بالمدافع بتاعته وتشوبر بيمنعه باستخدام قوته الجديدة. وبيخرج بعد كده من السفينة سانجي وزورو ولوفي بعد ما غطوا نفسهم بفقاعة عشان المية وبيطلعوا عشان يهاجموا الكراكن. وبيهجم سانجي على الكراكن بضربة قوية جدا برجله وبيوقعه وبيخليه مش قادر يتحرك. وبيستخدم زورو هو كمان التلات سيوف بتاعته وبيهاجم الكراكن هو كمان وبيقطع له كل الأدرع بتاعته. وبيستخدم بعد كده لوفي قوته المطاطية وبيكبر ايديه وبعد كده بيستخدم هاك التصلب على ايديه وبيهاجم الكراكن بهجمة قوية جدا وبضربة قوية جدا بتقضي على الكراكن وبتخلص عليه نهائيا. وبتخرج بعد كده من بق الكراكن سمكة قرش بيكون الكراكن لسه واكلها من شوية. وبتبدأ بعد كده تيارة المية والضغط بتاع المية ان هو يزداد وبيبدأ زورو وسانجي ولوفي انهم يغرقوا لأعماق البحر. وبيحاول فرانك وبقية أعضاء الطاقم انهم يحركوا السفينة عشان ينزلوا ورا سانجي ولوفي وزورو وينقذوهم قبل ما يغرقوا في الأعماق ولكن فجأة بيقف قدام السفينة وحش عملاق جدا أشبه بالبشر. وبيحاول الوحش العملاق انه يهاجم السفينة بتاعة الطاقم ولكن فجأة بيظهر أخطبوط الكراكن وبيضرب الوحش
الوحش العملاق وبيعيده بعد السفينه. وبيظهر سانجي ولوفي وزورهم وراكبين على ظهر الكراكن بعد ما لوفي خلى الكراكن الحيوان الاليف بتاعه. وبياخد اخطبوط الكراكن السفينه بتاعه الطاقم عشان يوصلها لجزيره الليجنتو جزيره البرمائيين. وفعلا بعد فتره بيقدر الكراكن انه يوصل الطاقم لجزيره البرمائيين وبيبقوا كلهم واقفين قدام الجزيره. ولكن قبل ما بيدخل الكراكن الطاقم لجوه جزيره البرمائيين بيظهر ثلاثه من البرمائيين وبيقفوا قدام الطاقم. واول ما بيشوف الكراكن البرمائيين دولت بيخافوا وبيهرب من المكان. وبيقول البرمائيين للوفي ان هما بيعرضوا عليه ان هو ينضم ليهم وينضم للطاقم بتاعهم طاقم قراصنه اودي جونز. ولكن لوفي بكل بساطه بيقول للبرمائيين ان هو مش هينضم ليهم وان هو مش هينضم لحد. فبيتضايق البرمائيين جدا وبيكونوا على وشك ان هما يهاجموا الطاقم. ولكن فرانك بيحرك السفينه بكل قوتها وبيخلي السفينه تعدي من فوق البرمائيين وتدخل لجزيره البرمائيين. ولكن اول ما بتدخل سفينه الطاقم للفقاعة بتاعت جزيره البرمائيين بيبدا ضغط الميه انه يكون شديد جدا وبيخلي كل اعضاء الطاقم يقعوا من على السفينه وبيتفرقوا كلهم بعيد بعضيهم. وبيفوق بعد كده لوفي وبيلاقي جنبه تشوبر وسانجي واسوب. وبيستغرب لوفي وبيسال على بيت اعضاء الطاقم. فبيقول تشوبر لوفي ان بعد ما دخلوا الفقاعه بتاعت جزيره البرمائيين تيار الميه بقى قوي جدا وخلاهم يتفرقوا كلهم بعيد بعضيهم. وبتيجي بعد كده حريه البحر كيمي اللي بتكون هي اللي انقذت الطاقم اما وقعوا بسبب ضغط الميه. وبيفرح لوفي جدا اول ما بيشوف كيمي وبيتاكد فعلا ان هم في جزيره البرمائيين وان هم دخلوا للجزيره بتاعت البرمائيين. وبتاخد بعد كده كيمي لوفي والباقيين وبتطلعهم لسطح الجزيره. واول ما بيطلعوا بيقابلوا كل الحريات اللي موجودين في الجزيره. وبيفرح سانجي جدا اول ما بيشوف الحريات اللي كان نفسه ان هو يشوفهم وبيبدا ان هو يستمتع بوقته معاهم. وبيقعد لوفي مع كيمي وبيسالها عن جيمبي الشيتشوبوكاي السابق وبيقول لها سكاي تعرف مكانه فتوديه ليه لان هو عايز يقابله. فبتقول كيمي لوفي انها ايوه تعرف جيمبي ولكن ما تعرفش هو موجود في اي مكان في الجزيره لان هو ملوش مكان ثابت بيقعد فيه. واثناء ما لوفي بيتكلم مع كيمي بيجي مجموعه من الحرايات وبيقولوا لوفي وبيقولوا لكيمي ان في مجموعه من الحراس بتوع الملك جايين عشان يقبضوا على لوفي وطاقم قبعه القش لانهم دخلوا للجزيره بطريقه غير شرعيه. فبتخاف كيمي جدا وبتقول لوفي وبقيت اعضاء الطاقم ان هم يستخبوا عشان ما يتمش القبض عليهم. وبيستخبى فعلا لوفي وبقيت اعضاء الطاقم. وبيجي الامير اللي اسمه الامير فوبابيشي ومعاه اخواته الاثنين عشان يقبضوا على لوفي والباقيين. وبيسال الامير فوبابيشي واخواته الحريات اسكانوا شافوا طاقم قبعه القش ولكن الحريات بيقولوا الامير فوبابيشي ان هم ما شافوش حاجه. وبيصدق الامير كلام الحريات وبيكون هيمشي من المكان. ولكن فجاه بيبدا سانجي اللي بيكون واقف جنب احد الحريات ان هو يخرج عن السيطره بسبب ان هو شاف حريات لفتره طويله وبيبدا ان هو ينزف دم من مراخيره. وبسبب كده بيشوف الامير هو واخواته سانجي والطاقم وبيعرفوا ان الحريات بتكذب عليهم. وبيقول الامير للوفي ان هو يسلم نفسه ولكن لوفي بيرفض وبيستعد عشان يواجه الامير. ولكن تشوبر بيوقف لوفي وبيقول له ان مفيش وقت ان هم يواجهوا اي حد لان سانجي فقد دم كتير جدا وان هم لازم يبحثوا عن متبرع لسانجي. وبيتكلم تشوبر وبيطلب من الحريات اللي موجودين ومن كل البرمائيين اللي موجودين في المكان ان حد يكون متبرع لسانجي بالدم لان سانجي فقد دم كتير جدا. ولكن كل الحريات اللي موجودين في المكان وكل البرمائيين اللي موجودين في المكان ما بيردوش على تشوبر وما بيردوش ان هم يتبرعوا لسانجي بالدم. وبيظهر فجاه البرمائيين اللي كانوا واقفين على حدود جزيره البرمائيين وبيقولوا لتشوبر ولوفي ان مفيش اي حد من البرمائيين هيتبرع لسانجي بالدم. وبيقولوا البرمائيين للوفي ان مفيش اي حد من البرمائيين هيرضى انه يتبرع لسانجي بالدم لانه يعتبر ديت حاجه محرمه في الجزيره بتاعتهم وان برمائي يتبرع لبشري بالدم. فبيستغرب تشوبر وبيستغرب لوفي من اللي بيقولوا البرمائيين. فبيقولوا البرمائيين للوفي ان هو ما يستغربش وان من حوالي 10 سنين البشر رفضوا ان هم يتبرعوا للقائد بتاعهم فيشر تايجر بالدم وخلوه يموت. فبيتضايق لوفي من الكلام اللي عمالين يقولوه البرمائيين وبيقول لهم ان هو مش مهتم باي كلام من اللي بيقولوه وان هو هيلاقي متبرع لسانجي بالدم. فبيقولوا البرمائيين للوفي ان هو مش هيلحق ابدا ان هو يلاقي متبرع لسانجي بالدم لان هم مش هيسمحوا له انه يهرب زي ما هرب منهم قبل كده. فبيتضايق لوفي وبيستخدم الجري التاني وبيبدا ان هو يهاجم البرمائيين دولت عشان يهزمهم ويخلص عليهم. ولكن فجاه بتيجي الحريه كامي ومعها احد السفن وبتقول لوفي ان مفيش وقت للقتال وان سانجي هيموت لو فقد دم اكتر من كده. وبيتوقف لوفي عن القتال وبياخد سانجي وتشوبر واسوب وبيركبوا مع الحريه كامي على السفينه اللي جابتها وبيمشوا من المكان. وبيتضايق الامير جدا بسبب اللي حصل وان لوفي مشي. وبيقول الامير ان هو كده مش هيقدر انه يوصل الرساله بتاعته لوفي وانه يقول له ان جيمبي مستنيه في الجزيره. وفي نفس الوقت عند لوفي بيكونوا قدروا ان هم اخيرا يلاقوا متبرع بالدم لسانج وبيفوق اخيرا سانجي من الاغماء اللي كان فيه. وبيسال سانجي لوفي وتشوبر واسوب هم ازاي لقوا متبرع بالدم وازاي جابوا له الدم دوت. فبيقول لوفي ان هم لقوا مجموعه من الاصدقاء موجودين في الجزيره ديت وهم اللي اتبرعوا بالدم ليه. وبيتضح ان الاصدقاء دولت هم الاصدقاء اللي كان سانجي عايش معاهم في خلال السنتين اللي كان متفرق بيهم بعد الطاقم. وبتاخد كامي لوفي والباقيين وبتعرفهم على السيده شارلي واللي تعتبر صاحبه الحانه اللي هم قاعدين فيها واللي معاها كره سحريه بتقدر بيها انها تتنبأ بالمستقبل. وبيقابل بعد كده لوفي والباقيين في الحانه اللي هم فيها نجم البحر بابان وبيكون معاه
بروك، وبتخرج حرية البحر كامي ونجم البحر بابان مع لوفو واعضاء الطاقم عشان يعرفوهم على كل حاجة في الجزيرة، وبيبدأوا كلهم ان هم يتمشوا في الجزيرة. وبيسأل اسوب نجم البحر بابان عن الكرسان فاندر ديكن والملصق بتاعه متوزع في كل حتة في الجزيرة، فبيقول نجم البحر بابان ان الكرسان فاندر ديكن دوت كان بيبعت رسائل حب دايما للاميرة بتاعت الحريات في الجزيرة، وان اميرة الحريات كان معتبر الرسائل ديت رسائل مضحكة وكانت دايما بتستمتع بيها. ولكن فاندر ديكن بدأ انه يهدد الاميرة بتاعت الحريات ويقول لها انها لازم تتجوزه والا هيقتلها، وان من وقت ما بدأ الكرسان فاندر ديكن انه يهدد الاميرة وعايز يتجوزها بالغصب، بدأت الملصقات بتاعته انها تنتشر في كل حتة في الجزيرة وعايزين يقبضوا عليه بأي شكل. وبتتكلم بعد كده كامي وبتقول لوفو والباقيين ان هم دلوقتي هيروحوا لبيت نجم البحر بابان عشان يقابلوا نامي، لان نامي مستنيهم هناك. وبيبدأوا فعلا كلهم ان هم يتحركوا ناحية بيت نجم البحر بابان، ولكن هم رايحين ناحية البيت بيشوف لوفي علم قراصنة منشور في الجزيرة ومتوزع في كل حتة، فبيستغرب لوفي جدا وبيسأل نجم البحر بابان هو علم القراصنة دوت بتاع انهي قرصان، فبيقول نجم البحر بابان للوفي ان العلم بتاع القراصنة دوت هو القرصنة اسمها البيج مام، والبيج مام ديت هي احد اليونكو الاربعة. وبيقول نجم البحر بابان ان البيج مام بتحمي جزيرة البرمائيين مقابل ان البرمائيين يدوها كمية كبيرة جدا من الحلوى كل شهر. وبيتحرك بعد كده لوفي والباقيين لحد ما بيوصلوا لبيت نجم البحر بابان وبيقابلوا اخيرا نامي، وبتاخد بعد كده كامي ونجم البحر بابان لوفي والباقيين وبيروحوا كلهم يتسوقوا في السوق بتاع الجزيره، وبيبداوا ان هم يشتروا حاجات كتيره جدا. وبعد ما بيخلصوا شراء كل الحاجات اللي هم كانوا محتاجينها بيلاقوا فجاه ان في حد نزل عليهم من السماء، واول ما بتشوف كامي ونجم البحر بابان الشخص دوت بيتصدموا صدمه كبيره جدا، وبيتضح ان الشخص دوت هو الملك نبتون ملك جزيره البرمائيين. وبيتكلم الملك نبتون مع الطاقم وبيقول لهم ان هم انقذوا سمكه القرش بتاع بنته، وان بنته فرحانه جدا بسبب كده، وان هو بيرحب بيهم في المملكه بتاعته. وبيتضح ان سمكه القرش اللي انقذها الطاقم هي السمكه اللي كانت محبوسه جوه بق الكراكن، وان الطاقم حررها بعد ما هاجم على الكراكن وهزمه. وبيتكلم الملك نبتون مع طاقم قبعه القش وبيقول لهم ان هو ممتن ليهم جدا بسبب اللي عملوه، وان هو بيدعوهم ان هم يجوا للقصر بتاعه. وبيفرح لوفي جدا وبيروح مع الملك نبتون وهو بيت اعضاء الطاقم ونجم البحر بابين وكامي، وبيقول الملك نبتون ان صديقهم ابو شعر اخضر اللي اسمه زورو مستنيهم في القصر بتاعه هو كمان. ومن الناحيه الثانيه وفي مكان تاني بنشوف مجموعه من الحريات بيحاولوا انهم يفتحوا احد الصناديق اللي لقوها مرميه في المكان، وبيفتح فعلا الحريات الصندوق، ولكن اول ما بيفتحوه بيخرج من الصندوق القرصان كاريبو اللي كان موجود على السفينه بتاعه الطاقم قبعه القش، ولكن وقع في جزيره البرمائيين وتاه هو كمان زي ما بقيه اعضاء الطاقم كلهم وقعوا. وبيستخدم القرصان كاريبو قوه فكه الشيطان بتاعته واللي عباره عن طين لزج بيقدر انه يمتص اي حاجه جواه وبيخزنها جواه لحد ما يحتاجها. وبيقدر القرصان كاريبو باستخدام قوه فكه الشيطان بتاعته انه يقبض على مجموعه كبيره جدا من الحريات، وبيقول القرصان كاريبو ان هو يستخدم الحريات ديت في ان هو يبيعهم في مزاد بيع البشر ويكسب فلوس من وراهم. ومن الناحيه الثانيه عند السيده شارل اللي بتتنبأ بالمستقبل بتستدعي الامير وبتقول انها اتنبأت بنبوءه وحشه جدا، وان جزيره البرمائيين ديت كلها تتدمر على ايد طاقم قبعه القش. وبيضايق الامير جدا وبيقول ان هو كان هيرحب بطاقم قبعه القش، ولكن دلوقتي مش هيقدر انه يرحب بالطاقم. وبتنتشر بعد كده اخبار كتيره جدا في جزيره البرمائيين بان طاقم قبعه القش متهم بخطف الحريات، وكمان متهم بنيه تدمير جزيره البرمائيين زي ما جه في النبوءه. وبنرجع تاني لطاقم قبعه القش اللي بيكون وصلوا مع الملك نبتون للقصر بتاعه، وبيدخلوا كلهم مع الملك نبتون للقصر بتاعه، ولكن اول ما بيدخلوا بيشم لوفي ريحه اكل قويه جدا وبيبدا ان هو يمشي ورا الريحه وبيسيب الطاقم بتاعه. وبعد ما بيمشي لوفي بعد الطاقم بتاعه بيظهر فجاه جنود كتيره جدا من القصر وبيحاصروا كل اعضاء طاقم قبعه القش، وبيستغرب اسوب وكل اعضاء الطاقم من اللي بيحصل، وبيستغرب الملك نبتون هو كمان وبيسال الجنود بتاعته هما بيعملوا ايه، فبيقول مساعد الملك نبتون للملك نبتون ان طاقم قبعه القش متهم بخطف الحريات، وكمان متهم بتدمير جزيره البرمائيين زي ما جه في النبوءه. وبيستغرب الملك نبتون اكتر وبيقول ان هو مش مصدق ان طاقم قبعه القش يعمل حاجه زي كده، ولكن لو النبوءه بتاعت السيده شارلي قالت كده فلازم ان هم يقبضوا على الطاقم لحد ما يتاكدوا اذا كانت النبوءه ديت صح ولا غلط. وبيحاول الملك نبتون ان هو يستخدم احد تقنياته عشان يقبض على اعضاء الطاقم، ولكن بيتدخل زورو اللي بيتصدى للملك نبتون وبيمنعه ان هو يقبض على اعضاء الطاقم، وبيقول له ان هو مش هيسمح له انه يعمل حاجه زي كده. وبيقدر زورو هو وكل اعضاء الطاقم ان هم يهزموا كل الحراس بتوع الملك نبتون، وكمان يهزموا الملك نبتون ويقيدوه. وبيقول زورو للملك نبتون ان كل التهم اللي اتهموا بيها ديت تهم غلط، وان هو ملهوش علاقه بيها هو والطاقم بتاعه، وان هو بس عايز يخرج من الجزيره ديت ويتوجه للعالم الجديد. وبيرن بعد كده حلزون الاتصال اللي موجود في المكان، وبيرد زورو على حلزون الاتصال وبيتضح ان هو الامير اللي بيقول لزورو ان هو يفتح بوابات القصر، ولكن زورو بيرفض وبيقول للامير ان هو مش هيفتح له بوابات القصر، وان هو كمان اخذ الملك نبتون كراهين
مين عنده. فبيتضايق الامير جدا وبيسال زورو هو عايز ايه بالظبط. فبيقول زورو للامير ان هو مش عايز اي حاجه وان كل اللي عايزه ان هو يلاقي له السفينه بتاعته اللي موجوده هنا على الجزيره ويخليه يخرج من الجزيره ديت للعالم الجديد بدون اي مشاكل. وبيوافق الامير على مطالب زورو وان هو يلاقي السفينه بتاعته الطاقم. وبيقول الامير لزورو ان هو يوصل الرساله ديت للوفي وان جيمبي بيقول له ان هو مستنيه في غابه البحار. فبيقول زورو للامير ان هو يوصل الرساله للوفي وبيقفل بعد كده حلزون الاتصال. وعند لوفي بيكون لسه ماشي ورا ريحه الاكل وبيفضل لوفي ماشي ورا ريحه الاكل لحد ما بيوصل لباب كبير جدا بيكون سدد الريحه بتاعه الاكل. ولكن لوفي بيقدر انه يعدي من الباب دوت ويدخل لاحد الغرف. واول ما بيعدي لوفي من الباب دوت بيلاقي قدامه حريه كبيره جدا والحريه ديت هي اميره الحريات شيراهاروشي. وبتخاف اميره الحريات شيراهاروشي اول ما بتشوف لوفي وبتكون فاكره ان لوفي جاي عشان يقتلها. وبتفضل اميره الحريات تعيط وتترجى لوفي ان هو ما يقتلهاش. ولكن لوفي بيفضل يهدف اميره الحريات ويقول لها ان هو مش جاي عشان يقتلها وان هو بس ماشي ورا الريحه بتاعه الاكل. وبتفضل اميره الحريات تعيط وهي خايفه لحد ما فجاه بيظهر فاس من ورا الباب اللي لوفي فتحه وبيكون متوجه لاميره الحريات وعلى وشك ان هو يصيبها. ولكن لوفي بيقدر انه يتصدى للفاس قبل ما يصيبها اميره الحريات ويبعده بعد عنها. وبتهدى اميره الحريات وبطل انها تعيط وبتعرف ان لوفي مش جاي عشان يقتلها. وبتيجي سمكه القرش بتاعت اميره الحريات وبتقول لاميره الحريات على كل حاجه وان لوفي هو اللي انقذها اما كان الاخطبوط كراكن على وشك ان هو ياكلها. وبتفرح اميره الحريات جدا من لوفي وبتعتذر منه لانها كانت فاكره ان هو جاي يقتلها. وبيقعد بعد كده لوفي ياكل من الاكل اللي كان بيتبع الريحه بتاعته وهو الاكل بتاع اميره الحريات. وبيسال لوفي وهو بياكل اميره الحريات هو ايه الفاس اللي اتحدف عليها دوت وازاي الفاس دوت اتحدف عليها وكان على وشك ان هو يصيبها بدقه كبيره جدا. فبتقول اميره الحريات للوفي ان اللي حدف عليها الفاس دوت هو الكورسان فاندر ديكن. وبتقول اميره الحريات للوفي ان الكورسان فاندر ديكن دوت كان عايز يتجوزها ولكن هي رفضته فعشان كده هو بيحدف عليها الاسلحه ديت عشان ينتقم منها. وان قوه فاكهه الشيطان بتاعه الكورسان فاندر ديكن ان هو بيقدر انه يحدف اسلحه على اي شخص هو عايزه بعد ما بيلمسه بايديه. ولان اميره الحريات مهدده انها تتقتل في اي لحظه وفي اي وقت بسبب الاسلحه اللي بيحدفها الكورسان فاندر ديكن قرر الملك نبتون انه يحبس بنته اميره الحريات في الاوضه ديت عشان يقدر انه يحميها من الاسلحه اللي كل شويه تتحدف عليها. وكمان تم الاعتبار ان الكورسان فاندر ديكن دوت مجرم خطير جدا وبيتم التدوير عليه في كل جزيره البرمايين عشان يتم التخلص منه. وبتكمل الاميره الشيراروشي كلامها مع لوفي وبتقول له انها بقالها 10 سنين محبوسه في الاوضه ديت وبتخاف انها تطلع لانها لو طلعت ممكن تتقتل في اي لحظه. وبتقول الاميره شيراهاروشي انها كان نفسها تطلع للعالم الخارجي ونفسها انها تشوف السماء مره ثانيه وكمان نفسها انها تشوف كل البرمائيين اللي موجودين في جزيره البرمائيين. فبيقول لوفي الاميره شيراهاروشي بما انها عايزه تخرج وتشوف كل الناس اللي بره فليه ما تجيش دلوقتي معاه ويخرجوا هما الاثنين. ولكن الاميره بتخاف وبتقول لوفي انها ما تقدرش انها تخرج لانها ممكن تتقتل في اي لحظه. ولكن لوفي بيقول الاميره شيراهاروشي انها ما تخافش وبيبدا ان هو يشجع فيها ويقول لها ان هو هيكون معاها وان هو يحميها. ومن الناحيه الثانيه وفي مكان تاني في جزيره البرمائيين بنشوف القرصان فاندر ديكن القرصان اللي بيهدد الاميره شيراهاروشي وعايز يقتلها. وبيلتقي القرصان فاندر ديكن بالقرصان اودي جونسون والقرصان اودي جونسون دوت هو قرصان بردك هدفه انه يدمر جزيره البرمائيين كلها. وبيقول القرصان فاندر ديكن للقرصان اودي جونسون ان هم لازم يتحدوا لان هدفهم واحد وانهم يدمروا جزيره البرمائيين ويستولوا عليها. وبيتحد فعلا القرصان اودي جونسون والقرصان فاندر ديكن وهدف الاتحاد بتاعهم انهم يدمروا جزيره البرمائيين ويصنعوا عصر البرمائيين. وبيتكلم القرصان فاندر ديكن وبيقول القرصان اودي جونسون ان الخطه بتاعته ان هم يستولوا على القصر بتاع المملكه عشان يقدروا ان هم يستولوا على الجزيره كلها. وبيوافق القرصان اودي جونسون وبيبدا ان هو يحط الخطه مع القرصان فاندر ديكن. ولكن فجاه بيقطع خطتهم البرمائي هاتشان. وبيقول البرمائي هاتشان لاودي جونسون ان هو ما ينفعش انه يعمل الخطه ديت وما ينفعش ان هو يستولوا على جزيره البرمائيين وان اللي بيعمله دوت غلط. ولكن القرصان اودي جونسون بيتجاهل كلام هاتشان وبيروح القرصان فاندر ديكن وبيلمس هاتشان بايديه وبيقول له ان هو كده يقدر انه يسيبه في اي حته هو عايزها. وبيستخدم القرصان فاندر ديكن احد السكاكين بتاعته وبيحدفها في الجو وبعد كده بيخليها تلف وتخبط في هاتشان وتصيبه باصابه خطيره. وبيضحك اودي جونسون على هاتشان وبيقول له ان هو مش مصدق ان هو كان قرصان قوي جدا زمان. وبيستخدم بعد كده القرصان فاندر ديكن مجموعه كبيره جدا من السهام عشان يصيب بيها هاتشان. وبيحاول هاتشان انه يهرب من السهام اللي عماله تجري وراه في كل حته ولكن بيتصاب منها في النهايه. وبيتكلم بعد كده فاندر ديكن مع اودي جونسون وبيقول له ان هو بدل ما يحدف اسلحه على الاميره بتاعه الحريات هيحدف المره دي عليها بشر عشان البشر يقدروا انهم يدخلوا القصر ويفتحوا البوابات بتاعه القصر ليهم. وبيوافق اودي جونسون على خطه فاندر ديكن وبيحدف فاندر ديكن مجموعه من القراصنه على الاوضه بتاعه الاميره بتاعه الحريات اللي موجوده في القصر بتاع الملك نبتون. وبيقف كل القراصنه وبيلاقوا قدامهم الاوضه بتاعه اميره الحريات
وبيستعدوا عشان يدخلوا الاوضه بتاعتها ويقتلوها ويخلصوا عليها. ولكن فجاه بيخرج لوفي من الاوضه بتاعت اميره الحريات ومع اميره الحريات اللي مستخبيه جوه سمكه القرش بتاعتها بعد ما قدر لوفي اخيرا انه يقنعها انها تخرج للعالم الخارجي. وبيتضايق الجراسنه جدا لانهم ما قدروش انهم يخلصوا على اميره الحريات وبيقولوا انهم لازم دلوقتي يستولوا على القصر ويفتحوا البوابات للقائد بتاعهم اودي جونسون. وفعلا بيحاول الجراسنه انهم يستولوا على القصر ولكن زورو اللي موجود في القصر هو ونامي وبروك واسوب بيبداوا انهم يتصدوا لكل الجراسنه دولت وبيخلصوا عليهم كلهم. وبيقوم بعد كده واحد من الجراسنه اللي تابعين لاودي جونسون اللي هزمهم زورو من غير ما زورو ياخد باله وبيفتح البوابات بتاعه القصر عشان يدخل اودي جونسون وفاندر ديكن. وبيدخل فعلا القرصان اودي جونسون والقرصان فاندر ديكن للقصر وبيقفوا قدام زورو والباقيين وبيسال القرصان فاندر ديكن اتباعه عن اميره الحريات وهي راحت فين. فبيقول القرصنه لفاندر ديكن على اللي حصل وان لوفي اخذ اميره الحريات وخرج بره القصر. فبيتحمس القرصان فاندر ديكن جدا وبيقول ان هو هيروح دلوقتي عشان يقضي على الاميره وكمان يقضي على لوفي. وبيمشي فاندر ديكن وبيقعد اودي جونسون وبيقول لزورو ان هو هيقضي عليه هو والملك نيبتون وكل اللي موجودين هنا. وبيستخدم اودي جونسون قوته وبيخلع الجدار اللي موجود في المكان عشان يخلي الميه تدخل للقصر ويتغرق زورو وكل الموجودين. وبيحاول بعد كده القرصان اودي جونسون انه يهاجم الملك نيبتون وكل الحراس بتوعه ولكن زورو بيتصدر كل الضربات قبل ما تهاجم الملك نيبتون. وبيقول زورو الاسب وبروك ان هم يفكوا الملك نيبتون وكل الحراس بتوعه من القيود اللي متقيدين بيها وان هو هيواجه اودي جونسون لوحده. وبيبدا اسب وبروك ان هم يفكوا الملك نيبتون وكل الحراس بتوعه وبتتحرك نيمي مع حريه البحر كامي وبتقول انها رايحه عشان تعمل حاجه مهمه. وبينزل بعد كده زورو تحت الميه وبيقف قدام القرصان اودي جونسون بعد ما غرقت الميه كل المكان اللي واقفين فيه. وبيبدا القتال بين القرصان اودي جونسون وزورو وبيكون زورو بيتصدر كل ضربات القرصان اودي جونسون ولكن مش عارف انه يضرب اودي جونسون لان اودي جونسون اسرع منه تحت الميه بصفته كائن برمائي. وبيفضل زورو يتفادى كل الضربات بتاعه القرصان اودي جونسون وبيبدا القتال انه يزداد صعوبه على زورو وبيبدا القتال انه يبقى اكتر حماس. وبيفضل زورو يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يتصدر ضربات اودي جونسون لحد ما اخيرا زورو بيقدر انه يستخدم تقنيه السيف الواحد وبيقدر انه يسيب اودي جونسون باصابه خطيره جدا. وبيقف اودي جونسون مكانه وبيكون مش قادر انه يتحرك بسبب ان الاصابه بتاعه زورو قويه جدا. وبيحاول زورو انه يخرج بره الميه عشان ياخد نفسه ولكن البرمائيين اللي جايين مع اودي جونسون بياخدوا حبوب مخدره والحبوب ديت بتخلي قوتهم تزداد وبتخليهم اقوى بكتير. وبيحاول البرمائيين بعد ما اخدوا الحبوب انهم يمنعوا زورو من ان هو يخرج على سطح الميه ولكن زورو بيقدر انه يهزمهم كلهم وبيقدر انه يخرج على سطح الميه. وبيتكلم الملك نيبتون مع زورو وبيقول له ان هو يركب على ظهره واسب وبروك وهو هيطلعهم من القصر دوت لانهم لو بقيوا هنا هيغرقوا بسبب الميه اللي موجوده في المكان. وبيركب فعلا زورو واسب وبروك على ظهر الملك نيبتون وبيحاول الملك نيبتون ان هو يخرجهم من القصر ولكن فجاه بيظهر قدام الملك نيبتون اودو جونسون بعد ما اخد الحبوب المخدره وقوته ازدادت. وبيقدر اودو جونسون وهو البرمائيين اللي معاه انهم يقبضوا على الملك نيبتون وكمان يقبضوا على زورو وبروك وكمان اسو. وبيفرح اودو جونسون جدا لان هو قبض على الملك نيبتون وبيقول ان هو كده هيبدا عصر البرمائيين الجديد. ومن الناحيه الثانيه بيكون سانجي وتشوبر واقفين بره القصر وعمالين يقتلوا الحراس بتوع القصر لان حراس القصر عايزين يقبضوا عليهم. فاثناء ما سانجي وتشوبر بيتقاتلوا مع حراس القصر بيظهر فجاه من تحت الميه برمائي هاتشين واللي بيكون متصاب باصابات خطيره بسبب الضربات اللي وجهها له فاندر ديكن. وبيصدم تشوبر اول ما بيشوف هاتشين وهو في الحاله ديت وبيجري بسرعه عليه وبيبدا انه يعالج له كل جروحه. وبيقدر سانجي انه يقضي على كل الحراس اللي كانوا بيحاولوا انهم يقبضوا عليهم ولكن فجاه بيظهر سكان الجزيره بتاعت البرمائيين وبيبداوا انهم يتهموا سانجي وتشوبر بالجرائم اللي بتحصل في الجزيره. وبيتعصب سانجي جدا من اللي بيعمله السكان ولكن بيكون مش عارف يعمل ايه لانه مش هينفع انه يواجه سكان الجزيره. ولكن فجاه بيظهر لوفي ومعاه الاميره شيلهاروشي اللي مستخبيه جوه السمكه بتاعتها. وبيتكلم لوفي مع سانجي وبيساله هو ايه اللي بيحصل فبيقول له سانجي على كل اللي بيحصل وان في حراس من المملكه عايزين يقبضوا عليهم. واثناء ما سانجي بيتكلم مع لوفي بتكون السمكه بتاعت اميره الحريات مش قادره انها تشيل اميره الحريات جواها اكتر من كده وبتخرج اميره الحريات من بق السمكه. وبيتصدم كل سكان الجزيره وبيفتكروا ان لوفي كان قابض على اميره الحريات وكان خاطفها. وبيظهر فجاه القرصان فاندر ديكن اللي اول ما بيشوف اميره الحريات بيكون عايز يقتلها ويخلص عليها ولكن لوفي بيستخدم الجري التاني وبيهاجم القرصان فاندر ديكن وبيبعده بعد الاميره. وبياخد بعد كده لوفي اميره الحريات وسانجي وتشوبر وهاتشين وبيركبوا كلهم على ظهر سمكه القرش عشان يمشوا من المكان. ولكن فجاه وهم ماشيين بيظهر قدامهم الوحش العملاق اللي ظهر قدام الطاقم قبل ما يدخل جزيره البرمائيين. وبيحاول الوحش انه يهاجم لوفي والباقيين ولكن لوفي بيستخدم الجري التاني وبيضرب الوحش ضربه قويه جدا وبيبعده بعد عنهم. وبيتحرك بعد كده لوفي مع اميره الحريات والباقيين لحد ما بيوصلوا لغابه البحار المكان اللي موجود فيه جيمبي واللي مستني فيه الطاقم عشان يقابلهم ويقول لهم على كل حاجه.
ولكن يا ترى هو ايه الحاجة اللي هيقولها جيمبي للطاقم ومدى اهميتها، وهل هيقدر طاقم قبعة القش انه يخرج من جزيرة البرمائيين بسلام، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي وسلام.